بقول لك ايه يا علي، لازم اول ما ابنك سولي يجي تاخد معاه موقف جامد. الولد خلاص هيضيع مننا، لا بقى يروح المدرسه كل يوم بيرجع لي الساعه 2 الصبح. ما تخافيش، انا ليا صرفه تانيه معاه. انت فاكراني اب هفق ولا ايه؟ لا طبعا، فالله ولا فالك. هفق ايه؟ ده انت سيد الرجاله، هو الراجل ايه غير موقف؟ طبعا، والبيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. ايه دخل ده باللي انا بقوله؟ ايه ده سولي؟ ايه ده؟ مين دول يا سولي؟ مين دول يا سولي؟ دول الفانز بتوعي يا مامي. بقى جاي لي الساعة 2 بالليل وجاي لي معاك أربع موزز. عادي يعني. مفيش واحدة لأبوك؟ علي بتقول إيه علي؟ حضرتك مامة سولي؟ أنا مامة سولي؟ بنحب سولي أوي. وأنا كمان يا طارق. طب محدش بيحب بابا. في إيه علي؟ في إيه؟ أنت خلاص راجع في أي حاجة كده؟ ابنك راجع الساعة 4 الصبح ومعاه أربع صواريخ وأنت كده مفيش أي حاجة، الواد مستقبله هيضيع. ما يضيع. مامي بقولك ايه، بص انا تعبان وبكره عندي تمارين الصبح بدري قوي، فانا بقى مش ناقص للحاجات دي. ها، ولما انت مش ناقص بقى الحاجات دي كنت سهران فين لحد دلوقتي؟ انا كنت سهران مع اصحابي الفندق بتوعي. وبعدين انت لو هتفضلي تعملي كده انا ممكن ما بقتش في البيت وابات في اوتيل 5 ستارز، وانا خلاص ما بقتش صغار، ما بقيت معايا فلوس كتيره. لا حبيبي لا، لازم تستريح وتنام كويس. سيب لي انت البنات دول، ها، وبعدين وخش نام انت واستريح. يلا حبيبي يلا بينا. في ايه يا علي؟ بقولك ايه، باخد امك معاك. سيبيه يستريح يا ماما. سيبه يستريح، عايزين نتبسط في البيت. لا 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 يا علي، رمرام يا علي رمرام. في ايه يا مامي؟ ها؟ لا مفيش حاجه حبيبي، مفيش حاجه. انا مش موافقه على موضوع الكوره ده، مش موافقه. ليه بقى يا مامي؟ علشان افرض لا قدر الله يعني مثلا حصلت لك اصابه، هتعمل ايه؟ يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت بتلعب ماتش كبير وبعدين لا قدر الله يعني جات لك اصابه، ساعتها معاكش شهاده، هتقعد في ارابيزي في البيت. شهاده ايه يا مامي؟ يعني هو انا لو بقيت دكتوره ومهندس هاخد كام يعني؟ ايوه يا مامي سولي عنده حق، يعني حضرتك مثلا صحفيه مشهوره تاخدي كام في الشهر؟ يعني على مامي دي بتستلف من اول الشهر لحد اخره. انت هتقولي ما بتستلف مني انا، مقشطاني. بصوا بقى يا حبايبي، انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه. الفلوس حاجه مهمه قوي، بس هي مش اهم حاجه، في حاجات تانية مهمه جدا، زي مثلا العلم والدراسه والاخلاق، حاجات تانية ممكن كلها هي اللي تجيب لنا الفلوس. صح، فاهمين حاجه؟ كل قرف. ايه ده؟ كل ده بتشوف العيال يا انجي؟ بس ما كنتش بشوفهم بس يا علي، كنت بشوفهم واشوف افكارهم السودة. شوف افكارهم؟ شوف افكارهم ازاي يعني؟ بعدين بقى يا علي بعدين، ده موضوع كبير قوي بصراحة، انا تعبانة قوي وعايزة انام مش قادرة. لا حبيبتي شكلك كده مش هتنامي، وعايزك بقى تاخدي الواد ده وتطلعي بره، لان انا زهقت منه. وعلى فكرة الواد كمان عملها على روحه وانا غيرت له البامبرز. تعالي يا اختي، بجد يا علي غيرت له ما شاء الله، بقيت تعرف تغير يا اختي. كميلة والله. بقيت بعرف اغير. يلا خديه بقى واطلعي بره. حاضر، نام انت وارتاح وسيبني مع النواح. يا سلام، انت بقيتي تكتبي شعر كمان. طب يلا حبيبتي وطي صوت الواد بقى عشان عايز انام. اوطيه ازاي بقى؟ بالريموت؟ لا اعملي ميوت. ظريف قوي. حاضر يا علي، نام.